لولا وقفة تشرين ويانا اول يوم الحادث اللي طلعوا جثث اهلنا المتفحم هم تشرين، ولحد هذا اليوم احنا ناصبين شهاده ما واقفين ويانا بس ابناء تشرين. احنا انظلمنا، احنا الحكومه ظلمتنا، الحكومه دارت وجهها عنا، واحنا قليلين، احنا استضعفت الحكومه. مسلسل الموت حرقا في العراق لا ينتهي تحت ظل حكومات استهانت بارواح العراقيين طوال 20 عاما متواصله، فالمكلومون من ذوي ضحايا مركز العزل الصحي الذين قضوا حرقا عام 2021 في الناصرية ينتظرون عطف حكومة السوداني باعتبار ذويهم شهداء أسوة بضحايا فاجعة الحمدانية. فاجعة حريق مركز النقاء للعزل الصحي بمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية عام 2021 جاءت نتيجة تشييده بمواد قابلة للاشتعال وتفتقر لمتطلبات السلامة، ليذهب ضحيتها أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات بالجروح. طلعنا مواطنين أحرار من كل أبناء محافظة الديقار، طلعنا نطالب بعوائل الشهداء مستشفى النقاء، دول ظلوا فحم. لم تكن الأولى ولا الأخيرة، فقد سبقها بنفس اليوم حريق عدد من أقسام مقر وزارة الصحة الكائن في مدينة الطب بمنطقة باب المعظم وسط بغداد، وقبلها بأشهر فاجعة مستشفى ابن الخطيب والتي راح ضحيتها 81 شخصا نتيجة الإهمال المتعمد وغياب الرقابة فضلا عن الفساد الحكومي الذي نخر جسد الدولة. مطالبات ملحة بإعادة فتح التحقيق بالقضية أسوة بفاجعة الحمدانية والتي ستمر كسابقاتها دون نتيجة تذكر جراء طمس الحقائق الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة وحماية المتسببين بهذه الجرائم واستمرار سياسة الإفلات من العقاب دون ردع أو حساب.